السلام عليكم. اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024. aujourd'hui mardi 20 août 2024. الحلقة 395، إبيزود 395. الحلقة ديال اليوم خاصة لا ديسوليسيون دو كادافر ديال بن بركة. الحلقة ديال اليوم خاصة للتدويب ديال الجوتة ديال المهدي بن بركة. غادي نذكر بأنه هو المهدي بن بركة تخطف باريس لو فوندرودي 29 أكتوبر 1965 دون لا نوي ديال لو 29 و 30. il avait été torturé à mort et il est décédé au courant de la torture vers 3h30 du matin le samedi 30 octobre 1965. Dans la nuit du samedi au dimanche, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 1965, le cadavre de Mehdi Ben Barka avait été transporté clandestinement au Maroc à bord d'un avion militaire un avion militaire marocain. Où il y avait les deux pilotes et il y avait également les deux policiers, Milo Tounzi et Boubkar Al-Hassouni, qui accompagnaient le cadavre. Ce cadavre de Mehdi Ben Barka est arrivé à Rabat, à l'aéroport de Rabat Salé, à l'aube du dimanche 31 octobre 1965. Il est arrivé, ce cadavre est arrivé au centre secret Dar El Mokhri le dimanche 31 octobre 1965 au petit matin. Les policiers qui avaient accompagné le cadavre de Ben Braka
été ميلو التونسي، بوبكر الحسوني، اي حميدة أجدين، كي conduisait la voiture de service. حميدة أجدين était à l'aéroport de Salé pendant des heures d'attente de cet avion. Arrivé à Dar el Mokri, les policiers du Cap 1 était obligé d'attendre quelques heures l'arrivée du commandant Ahmed Dlimi. Ahmed Dlimi se trouvait la veille à Paris. Il était arrivé à l'aéroport de Casablanca le dimanche vers 13h30 et il avait pris un grand taxi en direction de Dar el Mokri. Un autre policier du Cap 1 devait rejoindre les policiers du Cap 1 qui accompagnaient le cadavre de Ben Barka. Il s'agit du commissaire de police, Mohamed Nouini, N-O-U-I-N-I, Mohamed Nouini, originaire de la ville de Meknès ou de la ville de Safro. C'est un ancien enseignant. Il avait travaillé comme professeur dans l'enseignement avant de rejoindre les rangs du Cap 1 le concours du commissaire de police. Mohamed Nouini est passé au Cap 1 vers 10h30. Il a pour chercher des projecteurs et un caméra parce que la journée du dimanche 31 août كانوا فيها دي نياج، هادي بارفوا في لو موا دوت، هذا وني على فان ديال لو موا دوت، لا جورني نيتي با كلير، ما كانش الشمس حارة، هادشي مناش محمد نويني اللي أعطاه أمر الكوموندون أحمد ديمي باش يتلقى معاه في دار المقري.
محمد نويري جال دار المقري وجاب معاه لي بروجيكتور اللي غادي يستعملوهم. هاد لي بوليسي اللي كانوا في دار المقري هما اللي قادو الكادابر ديال بن بركة تيمن عليه اون تري بون ايتا، باين عليه لابس مزيان، داير لاكرافات، داير ان شابو فوتر، ودير دي لونات نوار. الكذاب تحط فوق واحد البرونكار، حطوه ا كيلكو متر دو لا كوف. هاد لا كوف دو ديسوليسيون اللي كانت موجودة دار المقري راه كانت الى بيتي فابريكي و 1962 اي الى بيتي ميز اون سيرفيس ا بارتير دو 1963 بيان افون مهدي بن بركة. بليزيور كادافر دو بوزون افي ديسباري دون سيت كوف. لو برودوي كي ايتي اوتيليزي دون سيت كوف كان كيجي من عند إسرائيل. هادوك لي بيدون الكبار اللي كانت تيجي فيهم ما كانتش فيهم كتبة ديال داك النوع ديال ليكيد أولا الماركة اللي كديرو. الموساد إسرائيليان هو اللي كان تيسلم هذاك لو ليكيد سبيسيال اللي كيدوب لي كادافر. هنا ملي كنقول دوب لي كادافر راه ملي كتخدم لا كوف وتيلوحو فيها لي كادافر ساعات من بعد 5 ولا 6 ولا 10 سوايع ما تيبقاش الاثار ديال العظم في لاكوف. كل شيء كيدوب من بعد العمليه كيديروا الفيدونز وكتعاود تستعمل من جديد كلكو سومين او لا كلكو موا ابري. هاد الشي كان جاري به العمل قبل لافير بن بركة.
دليمي غادي يوصل لدار المقري وزونفيرون ديال 15 أور. ملي غادي يدخل غادي لي بوليسي اللي حاضرين غادي يديروا بعد التصاور لو كادابر ديال المهدي بن بركة الونجي سور ان بروانكار، وغادي يكونوا مستعدين باش يفيلميو، مستعدين بور فيلمي لا سين. غادي يبداو اولا باش يحلو لو كوفيركل ديال لا كوف، باش يحلوه كيتحل وكترجع ترجع لو كوفيركل ترجع اللور باش يخلي لا بلاص للناس اللي غادي يتلاحوا في لا كوف. البوليس الحاضرين تعاونوا باش هزو لو كادافر ديال المهدي بن بركة هزوه ب هذاك الشيء اللي كان محطوط فيه لو نو ميشاب بور لو مومون، وغادي يفيرسيو غادي يخوه ديريكتومون في لاكوف. لاكوف كانت رومبلي و انتيير، لو انتيير ديال لا كاباسيتي دو لاكوف كان فيه لو برودوي سبيسيال فورني بار إسرائيل، فورني بار لو موساد. من بعد غادي يردو لو كوفيركل البلاصة ديالو، قبل ما يردوه غادي يفيلمي ولا سين. هادشي كاع اللي داز في هاد النهار غادي يتفيلما، من بعد غادي يسدو عليه لاكوف وغادي يبقى على انتيريور. مين تسدات لاكوف غادي يتفرقوا كلهم، كل واحد غادي يشد واحد الاتجاه، غادي يمشوا كلهم في كانوا دو فواتير سور بلاص، كانت لا فواتير كوندويت بار حميدة أجدين، وكانت اون فواتير كوندويت بار لو كوميسير دو بوليس محمد النويني. محمد النويني اوريجينير دو مكناس و دو صفرو. هذاك الشيء اللي كان محطوط عليه الكادابر ديال المهدي بن بركة وهو لو برونكار. لو برونكار هزوه وحطوا واحد لو بو ديالو اللي مجيت رجلين، حطوه الفوق، حطوه فوق لاكوف، ومن بعد هزوا البرونكار من اللور
باش يطيح لو كادافر في لا كوف. عملية سهلة. دون لا فوتور ديال محمد نويني افي بري بلاص لو كوموندون احمد ليمي اللي غادي يسلم لو فيلم la copie originale unique ديال الفيلم de la dissolution du cadavre de Ben Barka غادي يسلمو لرئيس الدولة الحسن الثاني. غادي يسلمو ليه لو ميم جور 31 اكتوبر 1965 لو روا حسن II avait le film de la dissolution disparition du cadavre de Mehdi Ben Barka le 31 le dimanche 31 octobre 1965. Le roi Hassan II avait reçu également quelques jours plus tard le film de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka à Paris. Ce film lui a été remis par Mohamed Hachachi. محمد العشعشي كان كيحترمو بزاف لروا حسن دو لان لي زيكسبير امريكان دلا سيه وبالاخص لو كوموندون لو كولونيل مارتان كان يمكن ليه يدخل القصر الوقت اللي بغا بلا ما يستصر مع حتى شي حد. كان يمكن ليه يتصل ديريكتومون بالحسن الثاني في اي وقت ملي كان كيشوف رئيس الدولة. كان كيحكي ليه على انه في الكاب ان لوم لو بلي فور اي لو بلي كومبيتون وهو محمد العشعشي. هادشي مناش رئيس الدولة كان داير محمد العشاشي في واحد بلاصة أبار ما كانش ديرو في المرتبة ديال وفقير عاد ليمي كان ديرو في مرتبة أخرى خاصة. هادشي اللي كنقول في هاد لا فيديو سيت اون ريبيتيسيون سيت ان نوفو اون ريبيتيسيون ديال داكشي اللي قلت على سو سوجي. ولكن في هاد الخطره كنظن قلت كاع لي ديتاي اللي ما كنتش قلتهم من قبل.
قبل راه دائما كانت لا ديسبويسيون دو كادابر ولا ديسوليسيون ديال الكادابر، وقعت في هذا المقري لو ديمونس 31 وحضر ليها دليمي، وحضروا ليها نفس لي بوليسي اللي قلت دابا، ولكن في دار المقري في هذيك النهار ديال الحد 31 اكتوبر 1965 كانوا حاضرين بزاف ديال، كانوا حاضرين واحد العدد ديال البوليس، رباعه ديال لوفيسي دو بوليس بوتولوت اللي كانوا مكلفين بلو سونتر سكري ديال دار المقري، هما اللي كانوا ساكنين في لي ليو، هما كلهم اوريجينير من نواحي ديال فيقيق وديال عين الشعير، هما كلهم عندهم ان ليان دو بارونتي افيك لو جينيرال اوفقير. هاد لو جروب ديال بوتولوت اللي كان ساكن دائما في دار المقري كانوا تيعاونوه في المهمة ديالو بعض الخطرات، ماشي دائما، بعض البوليس ديال لو ديبارتمون سيكوريتي ديال الكاب ان. هاد البوليس ديال ديبارتمون سيكوريتي ديال الكاب ان اللي حضرو ايغالمون في لا ديسوليسيون دو كادافر ديال بن بركة، هادو كلهم تيسكنو مدينة سلا، تسكنوا في الكارتي بوبولير ديال مدينة سلا. وهاد لا ديسوليسيون دو كادابر راه وقعات قدام جميع البوليس اللي كانوا حاضرين، وقعات قدام مجموعة ديال بوتولوت، وقعات قدام لي كلك بوليسي دو ديبارتمون سيكوريتي ديال الكاب ان اللي حضروا ايغالمون سور بلاس، اللي كانوا حاضرين داك الحد 31 اكتوبر 1965. منين غادي يمشيو لديورهم، منين غيسالو الخدمة ديالهم وغادي يمشيو لديورهم وغادي يمشيو لي بار ديال سلا، لي بار اللي كانوا كيتلاقاو فيهم افيك دوطر بوليسيي ديال ديبارتمون سيكيورتي ديال الكاب ان، وكانوا كيتلاقاو في هذوك لي بار مع دي بوليسيي ديال لو كور اوربان اللي كيتسكنو حتى هما في لي كارتي بوبولير ديال سالي، وكانوا كيتلاقاو افيك لي بوليسيي دي رونسينيمون جينيرو ديال الرباط اللي كانوا حتى هما كيتسكنو في لا فيل ديال سلا. هاد الناس كلهم غادي يكونوا على علم بهداك الشيء اللي وقع في هداك في النهار ديال الحد 31 اكتوبر
1965. هنا غادي نوقف هذه الحلقة، إلى اللقاء الغد إن شاء الله.